مشاهدينا اهلا بيكم مره تانيه وفقرتنا عن التعامل مع مشاكل التعليم في الغربه. كتير مننا اضطر انه يتغرب في الفترات الاخيره، او حتى يعني في ناس كانت بتتغرب من زمان، ولكن في مشاكل كتيره بدات تظهر في مساله التعليم مع اولادنا في الغربه في الفتره الاخيره. ازاي نراعيها وازاي نظبطها، خاصه خلاص احنا على موسم يعني خطوه كمان ونقول الامتحانات بدات. خلينا نناقش الموضوع ده مع ضيفتنا المشرفانه في الاستوديو استاذه نهى اسراس المدربه التربويه. اهلا بيكي معانا. اهلا بحضرتك. المره فاتت اتكلمنا على موضوع مهم قوي، هو موضوع الفروق الفرديه بين الاطفال. صح. والحقيقه الموضوع ده بيتجلى وبيظهر بشكل كبير جدا هنا في بلاد الغربه عموما، يعني سواء بقى كنت مثلا في السعوديه او في دوله من دول الخليج او في دوله اوروبيه، بتبصي تلاقي ثقافات مختلفه جدا. حتى لو مدرسة عربية بتلاقي مش عارفة طالب سوري على طالب مصري على فلسطيني على عراقي على مش عارفة أردني، وممكن مطلوب منهم كلهم يبقوا يعني يعملوا ميكس جميل ويعملوا كمان حالة تفاعل ممتازة مع المدرسين، فتلاقي المدرس بيشد في شعره يعني مش عارف يفهم مين ولا يفهم على ما يفهم ده لغة ده، وتبص تلاقي الحصة خلصت ومش لاحق. ازاي الميكس المختلف ده يعني المدرس يقدر انه يتعامل معاه، هل صح اصلا ولا المفروض ما يحصلش؟ لا، بداية الفروق الفردية عدا أنها موجودة بالصف الواحد في مستوى عمري واحد، نحن بنقول هلأ نحن في مشكلة جديدة. هاي المشكلة أنه نحن عم نلاقي مضطرين لمستويات من أعمار مختلفة في صف دراسة واحد. سبب في ذلك اللجوء، الوضع الحالي بمعظم الدول العربية، بلاد الغربي، بلاد اللجوء اللي استضافت عدد من المغتربين من كذا دولة عربية. هل هي هاي الحالة موجودة أساساً في العالم أم لا؟ لو نحن رجعنا بالدراسات التعليمية بنلاقي بسويسرا موجودة هاي الحالة. من عام 2003 طبقت بعدة كانتونات بسويسرا بسبب وجود قرى صغيرة اضطروا يوضعوا أكثر من مستوى دراسة واحد في صف واحد. فالمعلم مضطر أنه يتعامل مع مستويات مختلفة من التدريس لصف واحد، ممكن يتواجد عنده 20 طالب فصل واحد اللي هو فصل واحد، يعني نحن بالفصل الواحد المصري الصف الواحد او الفصل الواحد، وهذا بشكل عبء على المدرس. ولكن هل هو مشكله؟ هل تم تجاوزه؟ اذا عمقنا النظره لهذا الموضوع بنلاحظ بما انه هي موجوده هاي الحاله في العالم فمعناتها تم تطبيقها وتم التعامل معها، حتى انه هناك كثير من وزارات التربيه العالميه طبقتها وضمتها لبرنامجها التعليمي. ففي صفوف تضم من عمر 4 سنوات لعمر 10 سنوات. ده في الفصل الواحد. الفصل يعني الواحد. انا كنت بكلمك على سوري ومصري وفلسطيني. بقيت مخليالي كل الصفوف الدراسيه موجوده في فصل واحد. وهاي ضيعه موجوده حاليا اسمها باربيش، قريه صغيره في سويسرا، وسويسرا معروفه بنظام التعليم القوي. ولكن احيانا الاوضاع تضطر انك تلجئي الى، وهذه الصفوف ليست فاشله وانما هي ناجحه وخطه ناجحه ومدروسه وبدا تطبيقها في كذا مدينه عالميه، انه مستويات مختلفه من الاعمار، لاحظوا انه في تعلم فعال، في تنشيط للمستويات المختلفه، الاقل عمرا عم يحاول يعتمد على نفسه اكثر، الاكبر عم يحاول يكون متعاون اكثر، معناتها هاي الحاله موجوده. طب انا قبل ما يعني حضرتك تفصلي، هو المفروض يعني يقول لك اصل مثلا احنا بنصنفهم دولت كي جي 1 دولت مش عارف ثانيه ابتدائي، على اساس بيبقى العمر العقلي متقارب شويه مع العمر السني في معظم الحالات، لكن انا لما اكون مدرس وادخل الاقي يعني عفوا طالب عنده 4 سنين بياخد نفس اللي بياخده طالب عمره 7-10 سنين، انا كده هلاقي مشكله كبيره جدا في توصيل المعلومه، اكيد ده مش بيفهم زي ده. تماما. هلا هني تفصيلهم ما انت رح تعطي الدرس نفسه كمعلم، وانما انت عندك صار مثل مجموعات عمل. هالمجموعات العمل رح تتوجهي لها، ولما اقول لك ان هاي الخطه موجوده ونحن اضطرينا نعيشها باللجوء، واضطرينا نعيشها بالاوضاع اللي صارت معنا بسوريا، انه نحن عندنا اعمار مختلفه واضطرينا نحطهم بصف واحد، هدول في منهم يستطيع القراءه ومنهم لم يبدا بالقراءه، ومنهم اخذ مرحله رقم واحد او رقم اثنين من المرحله الدراسيه الابتدائيه، كيف التعامل معهم؟ هون بصير انا عندي دور المعلم، كيف ممكن يتعامل مع فروق ومستويات دراسيه مختلفه؟ وهل يمكن تجاوزها؟ بقدر اقول انا هاي قريبه لفكره التعامل مع الفروق الفرديه، ولو كان في اختلاف، انه انا عندي اعمار وعندي فروق فرديه ببنيته الجسميه او تعلم او في مستوى الطالب نفسه. تماما. طيب،
المدرس بقى اللي عنده فروق فرديه في الفصل الواحد، لان احنا الحلقه اللي فاتت حتى ما لحقناش نعرج عليها. تمام. او عنده مستويات دراسيه مختلفه في الفصل الواحد. تمام. يعني واحد عنده 7 سنين واحد عنده 9 سنين بسبب اي ظرف اضطر ان هو يتعامل معاهم. لو ان احنا مثلا عندنا في مصر الفصول فيها تكدس رهيب، بتلاقي مثلا بال50 وال60 وال70 طفل في الفصل الواحد، ومطلوب من المدرسه او المدرس يتعامل مع جميع هذه الفروق ويوصل الدرس لكل هؤلاء الطلبه. أجمل ما في المعلم أنه كل يوم معلم جديد، صحيح؟ يعني في مدرسين هيتفقوا معاكي، في مدرسين يعني لو كل يوم أنت طبختي نفس الطبخة في البيت جوزك هيطفش والولاد رح تطفش. فأنت تخيلي المعلم لو كل يوم في كتير فيديو حلو كان أنه واحد يقلد معلم، فهو كل يوم بيقوم بيقعد على الطاولة تبعته وبيحكي والطلاب إما بتنام وإما تبلش بالشغب. يعني اشغل الطالب قبل أن يشغلك. الله، حلوة الاستراتيجية دي. إذا أنت ما شغلتي فهو رح يشغلك. فكيف نحن بنقدر نتعامل مع هاي الفروق الفردية؟ عندي 4 نقاط. النقطة الأولى الإدارة الصفية. المعلم هو الأقدر على الإدارة الصفية، هو مدير الصف، فإما بغير بطريقته من تعاونه لتفاعله لتشاركه مع الطلاب، فهاي بغير من طبيعة العمل اليومي بينه وبين الطالب اللي هو شريك بالحقيقة بهذا الصف. وإما أنا تغيير الاستراتيجيات وطرق التدريس. كيف يعني أنا أغير استراتيجيات؟ لو أنا كل يوم إلقاء، كل يوم محاضر، طب كل يوم فيديو، طب كل يوم كمبيوتر، رح يشكل لي أنا ملل. تنوع الاستراتيجيات وطرق التدريس بتساعدني على تلاشي هذه الفروق الفردية ومستويات. طيب أنا في النقطة دي قبل ما ننتقل لغيرها، أنا برضو كنت طالبة في وقت من الأوقات. صحيح. في بعض المدارس، لكن الواحد شايف يعني الواقع عامل إزاي. معلش يعني المدرس بيدخل يعيني حالته حالة، صح، وبيلاقي الفصل فيه كمية من الطلبة مش طبيعيين. صحيح. وهو إمكانياته بسيطة، زائد إنه عنده مقرر محتاج إن الطلبة دولت يكونوا فاهمينه وعارفينه عشان هيمتحنوا عليه آخر الترم أو آخر السنة الدراسية، وبالتالي بيبقى مضغوط في الوقت. الحصة عنده 50 دقيقة، مش هيقدر، وعنده مثلا في الفصل 70 عيل او 70 طفل او 70 طالب، فمنين بقى ده؟ ما فيش حتى مش محصله دقيقه لكل طالب. صحيح. لما استخدمت الميكروويف في البيت اقتنعت فيه؟ والله انا لا، ما اقتنعتش بيه يعني. طيب لما استخدمت الخلاط الكهربائي او آلة العصر الكهربائيه حسيت انه في فائده؟ اه طبعا الخلاط. طيب نحن ليش ما بنقتنع كمان بالاستراتيجيات الحديثه؟ هل الاستراتيجيات الحديثه مضيعه للوقت؟ هلا الاتهام الاكبر من المعلمين، خاصه المعلم العربي، انه الاستراتيجيات الحديثه انا راح اضيع لي وقتي. هي الحقيقه لا. الاستراتيجيات الحديثه هي بتسهل عمل المعلم، والا ما كانت صارت هاي الدراسات واتبعت باكثر المدن، طيب اكثر دول العالم. انا لما بعمل انا عصف ذهني للطالب او بستخدم استراتيجيه الكمبيوتر او بستخدم وسائل ومصادر التعلم، انا سهلت عمل الطالب وحببته، بدل ما الطالب هو كل الوقت مستمع ومتلقي، هو أصبح فعال في الحصة الدرسية. لما بصير فعال بالحصة الدرسية مثل ما أنت وزعتي العمل على أولادي، أولادك هذا مشاغب وهذا متعب وهذا حركة وهذا بحب يسمع، هاي المهارات المختلفة بين حسة وسمع وبصري وحركة، أنا هذا الولد خليته يعمل لي شكل بزل من جهاز الهضمي. هذا الولد فتح الطالب فتح لي الكتاب وطلع أقسام جهاز الهضم. هذاك الطالب كتب أقسام جهاز الهضم. لما أنت نوعتي أنت بنهاية الحصة الدرسية عملت كل المشاريع في آن واحد، وهي أنه أنا عدد أقسام جهاز الهضم، رسمة جهاز الهضم، فاللي هو حركة هو قام بلصق أقسام جهاز الهضم، اللي هو سمعي هو حاول الاستماع على النص أو قراءته من الكتاب، اللي هو بصري حاول أنه يمارس العمل المجموعات ويوضع الأسئلة. فأنت لما بتنوع النشاطات الطلاب داخل الحصة الدرسية ليست مضيعة للوقت، إنما هي تسهيل وتحبيب بالحصة الدرسية. كمان الطالب مسكين كل وقت يقعد هو يسمع. أنت كنت طالبة؟ أنا اللي معلم في دماغي المدرسين اللي كانوا بيعملوا لنا أنشطة بصراحة يعني. واللي هي بقيت معك اصلا اكثر درس بيبقى معك اللي انت قمتي فيه بنشاط او بحثتي عنه. ولذلك انا لما قلت تنويع الاستراتيجيات، انا من حق الطالب الضعيف
انه يمارس نشاط داخل الصف. انا كنت لسه عايزه اتكلم عن الطالب الضعيف ده، لانه الحقيقه بيبقى مشكله لنفسه ومشكله للمدرس اللي قصاده، بس هو بيبقى حبيب قلبي يعني غصب عنه، هو مش عايز يبقى بطيء تعلم او مش عايز يبقى ضعيف في الصف الدراسي، ولكن يعني هي قدرات وكده، فاحنا محتاجين نتعامل معاه بشكل ما يحبطوش، وفي نفس الوقت يخليه يستوعب اللي بيتقال ويفهم الدرس ويبقى جيد في مساله التعلم. فازاي المدرس يعرف يعني يجيبه لعنده، ازاي يحببه في الدرس، ازاي يحببه في الماده، ازاي يخليه يفهم ويتفاعل. احنا لما بنقسم الطلاب لمجموعات، اكبر غلط اني انا احط الضعاف مع بعضهم، رح يعمل لهم عقده نفسيه. هم كده كده اصلا ضعاف، هتلاقيهم نزلوا تحت خالص. توزيعهم خلال مجموعات بالصف، لو انت غيرتي مكان جلوسهم في الصف، حطيتي الضعيف مع سريع التعلم مع الذكي وخليتيهم مجموعة واحدة ورح يطلعوا بنتيجة واحدة، سريع التعلم شو رح يعمل للبطيء التعلم؟ ممكن يحفزه، رح يساعده ويحفزه، وبدهم هن يطلعوا بنتيجة واحدة. يعني أنا المجموعة الأولى هي اللي رح تعطيني النتائج التالية، فبالتالي هو ملزم إنه يساعد صديقه. وللأسف أنت بتلاقينا دايما حتى بطاء التعلم أو بنسميهم بالعامية كده أسلوب بليد شوية، احنا عندنا في مصر بيتقال كده، بتلاقيهم قاعدين في الصفوف الخلفية خالص في الفصل الدراسي، وبالتالي بيموتوا اكتر ما هم ميتين. لكن في مدرسين اذكياء بقينا بنشوف الموضوع ده، بيحطوهم في اول الصفوف الدراسيه وبعدهم المتفوقين بقى، فبتبص تلاقي التفاعل اشتغل شويه. بعدين الانسان ما اكيد ما هو بطيء بكل شيء، رح تلاحظ انه في منهم عندهم مهارات يدويه، عنده مهاره الحاسوب. يعني انا كنت استغرب في طلاب عنده يقدر يعمل مونتاج يوتيوب ابن صف خامس ما شاء الله، وهو بالتحصيل الدراسي وسط وضعيف. طب انا بقدر انا استخدمها لهي الموضوع هذا، بقدر استخدمه انا باثناء الحصه الدرسيه. كيف ممكن استخدمه اثناء الحصه الدرسيه؟ انه انا جيب لي نشاط عن موضوعنا الدرس اليوم، لنفترض موضوع لغه عربيه، الفعل والفاعل، فينك تعمل لي يوتيوب عليه، ده يبقى ممتاز جدا. فينك تعمل لي نشاط عليه. انا لما افعل مهاراته، لانه انا هذا عنده مهارات متنوعة، ليس بالضرورة أنه يكون فقط بهذه المهارة. ده اللي تكلمنا فيه المرة اللي فاتت. بالضبط. فأنا استغلال المهارات البقية الموجودة عنده القادر أنه يقوم فيها، هي أنا بتخليني حفزه، التحفيز، التشجيع، دمجه بضمن مجموعات، متابعته مع الأهل، شو هي اهتماماته، بتخليني أنا أرفع من المستوى، لأنه بالنهاية أنا ما عندي طفل غبي. الغباء إحنا اللي بنصنعه. بالضبط. لما انا بحكم عليه بالغباء، هذا انا عم بحبطه، بينما انا لما انا بعرف انا ما هي مهاراته الحياتيه، بقدر انا استغلها وطبقها اثناء الحصه الدرسيه. ولذلك انا لما قلت الاستراتيجيات، عصف الذهني ممكن تلاقيه هو سريع الاجابه، فانا ممكن استغله بالنقاش، اسحب منه المعلومه بعد المعلومه، وبالتالي انا بغير منه. انا ما ضروري يكون عندي كل يوم فيديو، ما ضروري كل يوم عندي شريط استماعي، ولكن انا عندي العاب، عندي لوحات، عندي ابحث، عندي حاول انك ترسم، فممكن تلاقي انت طالب ضعيف جدا ولكن بالرسم متميز. فانا بدي استغلها حتى انت التميز. في كانت مدرسه انجليزي تطلب من الطالب الضعيف يرسم الحرف فقط، فهو يقعد يرسم ويلون، وبعدين تبلش معه تقدر تعطيني كلمه مفردة جديدة. إذا المعلم الذكي هو الذي يستطيع أن يجمع جميع الطلبة بين بطيء التعلم وسريع التعلم في آن واحد. طيب بطيء التعلم بيبقى مشكلة للمدرسين، سريع التعلم بيحبوا جدا المدرسين، وبتلاقيه أصلا نغش كده وعلى طول عمال يتكلم وبتاع، فإيه واخد حقه تلت ومتلت. لكن الميكس ما بين الاثنين، دي بقى النقطه اللي حضرتك كنت لسه بتقولي عليها، المدرس الشاطر يقدر يجمع ما بين بطيء التعلم وسريع التعلم في نفس التوقيت. بس الحقيقه صعب، الموضوع صعب، مش سهل ان واحد يكون بيستوعب بسرعه والتاني استيعابه بطيء شويه، فمحتاجين نبذل معاه مجهود اكبر عشان مش عارفه يوصل لنفس المستوى وهكذا. فازاي المدرس ممكن يعني يستغل سريع التعلم في تفهيم بطيء التعلم؟ يعني ازاي يعمل ميكس ما بينهم ويستغل الاثنين عشان يوصل لافضل حاله تعليميه؟ انا ما بس بدي اعمل ميكس بيناتهم، انا بدي استغل القدرات الموجوده عند هذا الطالب. يعني سريع التعلم من الظلم انا انه مثلا نفترض انهى كتابه حرف او انهى عدد من الاسئله المطلوبه تقويم معين. طيب انا هذا خلص هيك يقعد، يعني خلص اللي عليه كده خلاص. انا بدي حرضه، بدي يستخدم مصادر التعلم الموجودة عنده ولو كانت من الكتاب، ضيف له نشاط، حتى الأسئلة اللي أثناء الكتاب أحيانا ما بتكفيه، ما
ما بتشبع ذكائه، قدراته اعلى من هيك، فانا ممكن اضيف له انا انشطه مختلفه. ولذلك انا بقول حتى الاختبارات المفروض انها ما تكون بنفس المستوى، يعني الاختبارات انا بقول حرام انه التقاويم تكون كلها للطبقه الوسط، لازم يكون الضعيف له حق فيها لانه هو حضر الحصه الدرسيه، والوسط هو له حق فيها، والمتميز بناخذ له اقل درجه ونحط له اياها حتى نلاحظ نحن الفروق المتميزين. المتميز يعني يجب ان يعامل معامله خاصه سواء بالاعطاء او حتى نقدر بالنهايه نستغل ذكائه او نستغل قدرته دي في الحته دي تحديدا. صنع جهاز ممكن يعمل بحث قبل الحصه الدرسيه عن موضوع الحصه الدرسيه نفسها، ولذلك انا يجب استغلاله باقصى درجات بحيث اني انا استغل قدراته واكشف ما هي المواهب اللي عنده. طيب هنستكمل الكلام ولكن معنا فيديو بيتكلم على الفروق الفرديه وانماط التعلم ما بين الطلبه، خلينا نشوفه ونرجع نواصل الكلام. العديد من الطلاب الذين يفشلون في الغرف الصفية نقوم بإهمالهم، وفي الواقع نحن الفاشلون وليس هم، لأن لديهم القدرات لتحقيق النجاح. نحن من يرفض الاعتراف أن هناك مجموعة متنوعة من الطلاب لديهم أنماط تفكير وتعلم متعددة يأتون بها إلى الغرف الصفية، ونحن من يقوم بتعليمهم بطرائق لا تصلح لهم. ما هو نمط التعلم؟ النمط التعلمي هو الأسلوب أو المنح الذي نفضله لتعلم مهارات وخبرات جديدة. يختلف نمط التعلم من فرد إلى آخر، ويمكن أن يستخدم الفرد أكثر من نمط في الوقت نفسه. هل توقفتم في يوم من الأيام للتفكير بالأشجار أو الزهور والكروم أو الشجيرات؟ لماذا تتواجد جميع هذه النباتات هنا؟ ما الذي تقدمه للناس والحيوانات والأرض؟ هل بإمكاننا البقاء على قيد الحياة لو لم تكن هذه النباتات موجودة؟ تشير طريقتك في التعبير عند الإجابة على هذه التساؤلات إلى نمط تعلمك. ما هو نمط تعلمك؟ خذ قليلا من الوقت للتفكير بنفسك عندما تكون متعلما. ما المنح الذي تفضله للتعلم؟ ما الأشياء التي تحب أن تتعلم حولها؟ ما أفضل الطرائق التي؟ أستاذ نهى، يمكن وإحنا بنسمع الفيديو ده حضرك فيديو آخر بيتكلم برضو على الفروق الفردية، بس المرة دي مش بشر، المرة دي أسماك. انتشر كتير على اليوتيوب هذا الفيديو، وهو فعلا يعني ركز على نقطة حساسة جدا في التعليم. بيقول الفيديو أنه نحن جمعوا حيوانات الغابة جميعا وطلبوا منا طلب واحد اللي هو هلأ رح نقارنه بالفصل يعني أو بالصف، هنسقطه على الموضوع طبعا. المسألة الدرسية طلبوا منهم من أسرع الحيوانات صعودا في الشجرة إلى الشجرة، من أسرع حيوان، فاللي كان الأسرع هو القرد وفاز بالجائزة القرد. منطقي منطقيا، والسؤال هيك مين الغبي بالموضوع كان؟ السمكة. ليه؟ عشان دي مش بيتها أصلا، تحتاج مية عشان نحن بنسقطه على التعليم. وهي الفيديو بقيت اليوتيوب هو محاكمة للتعليم، فبيقوله هو محاكمة للتعليم ورفع قضاء، رفع قضية على التعليم. كيف أنا ممكن أعامل بالصف الواحد كل الطلبة واختبرهم بسؤال واحد؟ فأنا لو وضعت الأسئلة كلياتها لنفس لكل المستويات، الذكي والمتوسط بطيء التعلم بنفس المستوى، أنا ظلمت الطالب. طب فهمت أنك أنت غبي، هو ده الواقع. انا مثلا لو انا في مصر وبسمعك دلوقتي هقول لك اصل انا يعني ده امتحان بيجي لي من الوزاره، انا ماليش علاقه بيه خالص، بالذات امتحانات نص السنه واخر السنه لاهم المراحل اللي هي المراحل بتاعه زي ما احنا بنقول عليها دي شهاده مثلا اعداديه او ثانويه او ما الى ذلك، فده واقع احنا بنتعامل معاه. انا عايزه بقى اللي نقدر احنا نعمله، يعني سيبك من الحاجات المثاليه، لان في الواقع هتلاقي المدرس بيجي له التكست او النص بتاع الامتحان وهو بيوزعه على الطلبه، لكن المدرس يقدر يعمل ايه بنفسه؟ هلا انا بعارضك هاي الفكره. اذا بتنتبهي على نموذج الوزارات، انا اطلعت على نموذج اكثر من وزاره عربيه. النموذج بيكون بيبدا بالسهل بتجه للصعب، وخاصة النموذج المركز عليه هو الشهادات. هذا واحد. اثنين، حتى العلامات بتكون موزعة من السهل للصعب. واللي أكثر صعوبة بتلاحظي أنه عليه علامات أقل، ولما بيكون في ضجة بعد امتحان شهادي هو لما بيكون في سؤال صعب وعليه علامات كبيرة، صح؟ وبصير في عليه محاكمات ومناقشات وبرامج، معناتها نحن لا،
احنا في نفس الموضوع عم نحكي انه هو من السهل للصعب وبراعي تدرج المستويات الفرديه. هذا لما بكون وزاري مدروس. مشكله لما انا معلم وانا اللي عم حط الاختبارات، هل انا من حقي بس الامتحان النصفي حاسب عليه الطالب؟ كيف انا بدي حاسب هذا الطالب؟ في اختبارات انا العلامه ما راح تكون فقط للامتحان النصفي او الامتحان الاخير، في انا عندي خلال العام الدراسي شو ملاحظتي على هذا الطالب؟ هو عم يرسم معك، هو عم يكتب معك، هو عم يكتب وظائف يعني معك، لازم الاحظ قدراته المختلفة تماما. التقويم بنائي اثناء الحصة الدرسية، في طلاب ضعاف ولكن هني معك بالحصة، لما انت بتسألي اثناء الشرح بجاوبك، بنهاية الحصة ما بيقدر يجاوبك. ما عنده هالملكي هاي بالتركيز من بداية الحصة لنهاية الحصة. فأنا لو وقفت عند كل فقرة وعملت تقويم بنائي هتلاقي فاهم، إنما أجي في الآخر أسأله على كل الحصة لا هو لسه مش قادر يجمع الموضوع كله. بيجي دور الأهل هون لما بلمه أيوة. لما بلم الموضوع كله أيوة. صحيح. فأنت متى أقوم، من أقوم، كيف أقوم، هاي الأسئلة اللي أنا المعلم لازم يتوجه لها لطالبه. متى ومن وكيف بالضبط، أنت أنا بدي قومه. فأنا بقول أنا حرام ظلم للطالب أنا أني ما قومه مرحليا. فأثناء الحصة الدرس أنا وقف شرحت الحصة الدرسية وانت هنا في سؤال انت ما جاوبت، انت متخلف، انت غبي، انت ما معي بالحصه الدرسيه، انا بدات اطلق عليه الاحكام. اما لما انا كون اثناء الحصه الدرسيه قسمت الفقرات وهي من شطاره المعلم المبدع انه بيقدر يدير الصف ويوزع النشاط. طيب انا معي 30 ثانيه تمام، عايزه بقى حضرتك برضو تدي في 30 ثانيه دولت نصايح سريعه لكل المدرسين اللي بيسمعوا. التعامل مع الفروق الفردية ليس بالأمر الصعب. تنظيم الحصة الدرسية يساعد على إتمام هذه العملية. تنظيم القبلي مش وقت الحصة اللي معظم المعلمين بيخافوا منه وبيكرهوا اللي هو عقوبة للمعلم التحضير، لا هو مثل حضرتك هلأ كيف أنت درتي الحلقة، أنت حددت النقاط وحددتي للزمن تماما، هذا دور المعلم تحديد النقاط وتحديد الزمن والطريقة والوسيلة وبالتالي تحديد التقويم لكل فئة. بشكرك جدا في النهايه الاستاذ نهى سراس المدربه التربويه، شكرا جزيلا لك شرفتينا، ربنا يبارك فيكي. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا وخلصت مع حلقتنا النهارده، اتمنى تكون الحلقه نالت اعجابكم يا رب، ونشوفكم بكره في نفس ميعادنا 12:30 ظهرا بتوقيت القاهره. السلام عليكم ورحمه الله.